أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم تتعلق بالكاونترز واللوبس، يعني العدادات وحلقات التكرار. العداد نحتاج نستخدمه في حلقات تكرار غالبا، نحتاج أن نستخدم أحد المسجلات يكون كعداد كاونتر بحيث يتم أما زيادته أو إنقاصه خلال حلقة التكرار أثناء تنفيذ مهمة أو عملية معينة. في اللوب كاونتر هو يتم إعداده في بداية اللوب قبل الدخول باللوب، ويكون تحميله وهو مسجل معين، طبعا يتم تحميله بقيمة معينة، أما تكون صفر ونعمل لها زيادة أو تكون قيمة معينة مثل 10 أو 100 ونعمل لها إنقاص. فنستخدم تعليمتين، ديكريمنت لإنقاص قيمة العداد وإنكريمنت لزيادة قيمة العداد. دائما اللوب يكون ب conditional jump، هذه هي اللي تكون في نهاية اللوب، يتم فحص شرط معين ويتم القفز أو تكرار اللوب في حالة عدم تحقق الشرط. في حالة تحقق الشرط يتم القفز خارج اللوب، أو بالعكس في حالة تحقق الشرط يتم القفز إلى اللوب، وفي حالة عدم تحقق الشرط يتم القفز خارج اللوب. هذا حسب الكونديشنال جمب اللي راح نستخدمه. عمل اللوب كاونتر يمكن أن نصفه بالمخطط الانسيابي. هذا نشوف بأنه initialize، يعني عملية تهيئة أو عملية إعداد لللوب، وفي هذه عملية initialize نضع تهيئة العداد initialize counter initialize pointer إذا كان اللوب يحتاج pointer، يعني كل عمليات الإعداد اللي يحتاجها هذا اللوب. ثم يدخل العمل في اللوب، نسميه هذا البودي اوف لوب. البودي اوف لوب يعني كل العمليه الاوبريشن اللي يريدها تكون هنا في هذا المكان. ثم ابديت الكاونتر. ابديت الكاونتر يعني انه احنا نحدث الكاونتر بعد ان نفذنا العمليه، اما مثلا نزيده بواحد او ننقصه بواحد حسب التخطيط اللي احنا واضعيه للوب للكاونتر. ثم يتم فحص الكاونتر، هل الكاونتر وصل الى القيمه النهائيه، يعني هل مثلا كان 10 ونريده يوصل للصفر، اذا لا نقفز الى اللوب مره ثانيه، او ممكن يكون بالعكس تزايد، احنا حاطين صفر ونفحصه هل وصل 10، اذا ما وصل 10 نقفز للوب ويتم زيادته ونقفز للوب، وهكذا الى ان يصل الى الفاينل كاونت، العده النهائيه اللي مطلوبه، فبالتالي يخرج من اللوب. نكون حصلنا هنا هذه العمليه، هذا البودي اوف لوب الاوبريشن هذه اللي موجوده هنا في جسم اللوب، تتنفذ لعدد محدد من المرات احنا نحدده في الكاونتر. ناخذ مثال بسيط هنا على لوب بسيط فارغ ما بي اي شيء، بس هو لوب باستخدام عداد السي، غالبا عداد اصلا هو هذا المسجل سي، جتي تسميته سي هو اختصار من كلمه كاونتر، فاصلا لما صمموا هذا المسجل في المعالج انطوا اسم سي كانديكيتر، مؤشر على انه يمكن استخدامه ككاونتر. فحاليا احنا راح نستخدم السي كعداد نضع فيه 15 هكسا، هذه ال 15 هكسا نستخدم تعليمه موف حتى نضعها، موف ايميديتلي عفوا، حتى نضعها مباشره في المسجل سي. ثم يبدا اللوب. هنا انا ما عندي شغل على اللوب، يعني هنا انا فارغ عمليه انه شنو جسم اللوب والعمليه اللي يسويها اللوب، مباشره انقاص العداد والقفز الى لوب. انقاص العداد والقفز المشروط طبعا اذا لم يتم التصفير، اذا نو زيرو اقفز الى لوب مره ثانيه، ويجي ينقص ال 15 ونو زيرو اقفز وينقص 15 نو زيرو اقفز الى ان توصل السي هذه بعد كم مره من الانقاص توصل الى الصفر، فهنا يتحقق شرط الزيرو، يصبح عندي جمب نو زيرو ما يشتغل، فاذا ما راح يصير قفز، راح يخرج من اللوب. اذا هذا لوب بسيط جدا فارغ هو حاليا ما بي اي عمليه، ممكن انه احنا نحط العمليه اللي نريدها في مثل هذا اللوب ونغير العداد حسب القيمه اللي نحتاجها. ممكن ان نستخدم ريجستر بير حتى يكون هو الكاونتر. ليش نستخدم ريجستر بير حتى يكون الكاونتر؟ في مثالنا السابق لما استخدمنا السي نعرف انه السي هو مسجل ذو 8 بت يعني بايت. ال 8 بت عدد احتمالاتها هو 2 اس 8 ويساوي 256 احتمال، يعني معناه انه ممكن اللوب يفتر مو اكثر من 256 مره، العداد لانه هذه حدوده انه بين الصفر وال 255، 256 عده. لكن ماذا لو انه احنا نريد مثلا لوب يتحرك 300 مره،
أو لوب يتحرك 500 مرة أو أكثر من 255 مرة. فإذا هذا العداد ما ينفعني السي. ممكن أن أستخدم عداد ثاني؟ نعم ممكن. It is possible to increase this count by using a register pair. يعني ممكن نستخدم register pair يكون هو العداد حتى يكون هو بدل السنجل ريجستر اللي هو السي في مثالنا السابق. وهنا أنا راح نستخدم تعليمتي DCX لإنقاص العداد و NX لزيادة العداد، يعني decrement pair register و increment pair register لإنقاص وزيادة العداد. بس احنا لازم ناخذ بنظر اعتبار انه هذه الديكريمنت والانكريمنت هي لا تقوم بتاثير او تغيير الاعلام مثل تعليم الديكريمنت العاديه للريجستر العادي 8 بت او تعليم الانكريمنت للريجستر 8 بت. هذه ملاحظه مهمه طلاب تقدرون تشوفوها في الجدول اللي دائما انا اكد عليه. تعليم دي سي اكس بير ريجستر هنا اللي يسوي ديكريمنت للبير ريجستر تشوفون هنا لا تؤثر على الاعلام، لا تؤثر على الاعلام مثل ما واضح هنا بالجدول. بينما مثلا تعليمه ديكريمنت العاديه لسنجل ريجستر ديكريمنت ريجستر هذه تشوفوا انها تؤثر على شنو؟ على جميع الاعلام. فالزيرو فلاج وغيرها من الفلاج تتاثر، فبالتالي هذه التعليمه تنفعني حتى انه انا افحص الشرط عليها، لكن تعليم الدي سي اكس يجب ان احذر وانا مضطر استخدمها للبير ريجستر. اذا اردت عداد كبير اكثر من ال 255 فاستخدم بير ريجستر، لكن هذه التعليم الدي سي اكس هي لا تعمل على تاثير على الاعلام. نفس الشيء بالنسبه لتعليمه انكريمنت ان ريجستر، انكريمنت تؤثر على جميع الاعلام، نشوفها تؤثر على هذه الاعلام، لكن تعليمه انكس increment pair register لا تؤثر على الأعلام مثل ما واضح هنا. إذن هذه ملاحظة يجب أن تأخذها بنظر الاعتبار إنه هذه التعليمة لا هذه التعليمتين مع pair register لا تؤثر على الأعلام. إذن إذا هذه التعليمتين decrement و increment pair register DCX و NX هي لا تؤثر على الأعلام، إذن كيف يمكن أنه يستمر اللوب وتعليمة القفز المشروط تعتمد على تحقق شرط معين بفحص الأعلام والاستمرار بالقفز داخل اللوب أو خارج اللوب؟ فإذا هذه راح تتم، إحنا ممكن نسويها، المبرمج ممكن يسويها بعملية بسيطة، ممكن بترك بسيطة نقول، ممكن إنه تسوي أورينج بين التو ريجسترز اللي هم يكونون البير ريجستر. مثلا إذا كنا نستخدم البي سي كعداد أو كنا نستخدم الدي إي كعداد، فهنا نسوي اور بين الريجسترين البي والسي نفسهم اللي يمثلون العداد البي سي البير ريجستر. والاور تعرفون اذا اكو اي واحد بت واحد قيمته في المسجلين راح يطلع عندي الناتج هذا الواحد، فبالتالي يطلع الناتج ليس صفرا. والاور تؤثر على الاعلام، الاور من العمليات المنطقيه فهي تؤثر على الاعلام، فبالتالي اذا كان ناتج الاور ليس صفرا، إذا كان ناتج الأور ليس صفرا نعرف بأنه العداد ما صفر. يعني مثلا هنا نقدر ناخذ المثال التالي باستخدام pair register BC، راح نحط به العد ألف مثلا التعداد ألف في البي سي، ثم العملية المفروض هنا قبل الديكريمنت، المفروض العملية اللي يريدها باللوب، احنا هنا مثالنا بدون عملية بس حتى نوضح اللوب كيف يعمل. فإذا نعمل دي سي اكس للبي نعرف انه دي سي اكس للبي راح ينقص العداد اللي احنا حطيناه لكن ما راح يأثر على الأعلام، في حين هنا الجمب المشروط راح تعتمد فحصها على الأعلام، فبالتالي لازم نحفز الأعلام. شلون نحفز الأعلام؟ ببساطة راح نسوي عملية اور للبي مع السي. بس شلون نسوي اور للبي مع السي؟ راح ناخذ السي نحطه بالاي، موف السي للاي، ومن ثم نسوي اور البي مع الاي وكانما سوينا اور بين المسجلين بي وسي. فبالتالي اذا اكو عندي صفر راح يطلع عندي صفر في المسجلين، يعني العداد صفر، فراح يطلع عندي الناتج صفرا مال الاور، وبالتالي الجمب نو زيرو ما تشتغل وما يقفز للوب، راح يطلع من اللوب. عدا ذلك معناه العداد ما صفر، سواء البي كان بي واحد او السي كان فيه واحد، فبالتالي معناه العداد ما صفر وبالتالي ما راح يتحفز علم الزيرو، راح يظل نو زيرو، والنو زيرو تجعله يقفز للوب ويستمر اللوب بالقفز بهذا الشكل.
قبل نهاية المحاضرة طلاب، لازم أوضح لكم بأن هنالك شكلين للوب حلقة التكرار. هذا الشكل الأول اللي شرحت لكم إياه في المثال، هذا كأنما يتم فحص الشرط لاحقا، يعني بعد تنفيذ العملية لأول مرة يتم فحص الشرط في نهاية اللوب، فهو يصير عندي قفز مشروط مرة ثانية لبداية اللوب أو الخروج من اللوب. شفتوا هذا وافتهمتوه في المثال اللي شرحناه. أكو هنالك شكل آخر، سيناريو آخر لللوب، وهو أنه يتم فحص اللوب مسبقا، يعني قبل تنفيذ العملية، قبل تنفيذ البودي مال اللوب، هذه العملية اللي حاطيها باللوب اللي لأجلها احنا مسوين اللوب، يتم فحص الشرط. فإذا كان الشرط لا يتحقق ممكن أنه يتم إعادة اللوب، وهكذا إذا تحقق الشرط يتم الخروج من اللوب كما موضح في هذا المخطط الانسيابي. يعني نوعين عندنا من اللوب أو تو ستراكتشر، هيكلين هيكليتين لللوب. الهيكلية الأولى أنه يتم فحص الشرط لاحقا بعد تنفيذ العملية، في الستراكتشر الثاني لا، يتم فحص الشرط مسبقا قبل العملية. طبعا أكو فرق بيناتهم، فروقات بسيطة أنتم ممكن الآن تستنتجوها، وأنا راح أتركها إلى مخيلتكم تتخيلون شنو الفرق بقيمة الكاونتر. أكو فرق بقيمة الكاونتر، وأكو فرق أيضا بتنفيذ العملية من عدم تنفيذها أو تنفيذها على الأقل لمرة واحدة أو عدم تنفيذها. هذا الفرق بين النوعين من الهيكليتين من اللوب.